قبل كل شيء أشكر السيد قائد فرقة الخامسة والسيد عامر لواء والسيد المقدم مازن اللي بذل جهود جبارة متميزة حقيقة والله في سبيل إعمار شقتي، وجهود يعني ما توصف، وأنا أشكره كل الشكر، والبلدية اللي باشرت التوظيف وكل اللي كل العاملين بمساعدتي بإعمار شقتي، وأكثر من 15 قلاب تقريبا انقاض باشراف السيد المقدم مازن اللي شالي الانقاض، يعني بجهود متميزه وجباره، وانا اشكرهم كلهم على الشيء اللي سووه معانا، يعني والله ما اعرف ايش اجازيهم. وادعو كل من يعني ادعو اللي خيرين الناس بانه يجون يساعدونا بعد، يعني هسه احنا اغراضنا اثاثنا، انا لا حد الان هاي ملابسي اغسلها والبسها، الله وكيل، لا ظل عندي ملابس، لا ظل عندي بطانيه، لا ظل عندي كل شيء ما ظل عندي، يعني اضافه الى انقاض واثاث باشراف السيد مقدم مازن اللي شالوها كلها، اكثر من 15 خطره شالي وما ولا بالشفر، وبجهود البلديه والاخوه كلهم اللي ساعدونا، وبارك الله بكم وانا اشكركم. شلون صارت القصه بدايتها السيد القائد امر انه تعمر الشقه؟ والله اهلي كانت غادي بالهجره مهجرين عندنا، بنت اخويا استشهدت، نزحنا بالطريق وبالصدفه شافت السيد القائد وحشت له على قصتنا بانه احنا متضررين هالشكل، بيتنا مدمر، وهذا امر السيد القائد الله يحفظه والله يخليه ويستر عليه بانه يجون يعمرون شقتنا. والله انا ما متوقع، والله بنفس النهار خلال نص ساعه خبر على السيد مقدم مازن وباشروا بالاعمار، يعني هاي هسه الانقاض شالوها، يعني خلال يصل يومين واليوم الثالث، يعني لو غير جماعه يمكن اقدر اقول لك شهر ما تخلص، والله هاي اليوم الثالث وخلصوا لي نص الشغل، اكثر من نص الشغل، حتى السيد المقدم دي ينزل مجاز ما نزل مجاز، قال ما انزل الا اخلص شقه ابو احمد هالرجل هذا، والله يشهد على كلامي ما ابالغ، هذا اللي اقوله الصحيح يعني، وكلهم يعني والسيد القائد والسيد عامر لواء والسيد مقدم مازن كلهم يعني اشكرهم، والبلديه يعني كلهم بجهود جباره والله، يعني كلهم قاعد بيت ايجار انت يعني؟ والله هسه قاعد نزل عند اهلي بغرفه واحده، انا وست اطفال، ست اطفال، يعني حتى اذا دجي اتحول هنا راح اجي، يعوزني طباخ، يعوزني قينه غاز، يعوزني بطانيه، يعوزني ملابس، الشقه مالك يعني كل شيء ما ظل عندي، الاثاث مع الانقاض كله تدمر بصوره عامه. شو وقت تكمل الشقه مالك ان شاء الله؟ والله ان شاء الله هالاسبوع ان شاء الله تكمل ان شاء الله، بجهود الخيرين، بجهود الخيرين الشرفاء. احنا توجهنا حسب توجيهات السيد قائد الفرقه الخامسه المحترم عميد لاي بمساعده العوائل المتضرره، وتوجهنا الى منطقه شقق اليرموك الى مكان ابو احمد احد العوائل المتضرره، واذا ايضا ساعدنا جماعه البلديه وجماعه المنطقه ومختار المنطقه بنقل، اول اجراء سوينا نقل الانقاض داخل الشقه، خلال يومين كملنا الانقاض، وحسب توجيهات القائد الفرقه بجلب المواد للمكان الشقه، فقمنا بنقل ماده البلوك والاسمنت والرمل، وجهزنا ايضا عمال، والعمل جاري ان شاء الله، خلال اسبوع تستلم الشقه المواطن ابو احمد. قام قسم المامون البلدي من توجيهات مقدم مازن عامر الفوج، وحضرنا جهزنا العمال بتنظيف الشقه والعمل مستمر معاهم. والله انقاذ تقريبا لا قليل، يعني تقريبا 15 سياره هي شيء تركترات بالتركتر ونقلوا برا. تنظيف عمال، احنا كاد البلدي تنظيف دعمناهم اي مساعده.